الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا في درس من دروس في سطر التعليمية. درسنا النهاردة هيتكلم عن إزاي نحول الصور لملفات وورد تقدر تعدل عليها باستخدام جوجل. وقبل ما ابدا الدرس ده وابدا الشرح، يا ريت تعملوا لايك على الفيديو واشتراك في القناه، وكمان دوسوا على جرس التفعيل عشان تشوفوا كل جديد ومفيد على قناتي، قناه في سطره. يلا بينا نشوف الدرس. دلوقتي هنوريكم ازاي نحول الصور لملفات وورد نقدر نعدل عليها. معانا 3 صور قدامكم اهي. اول صوره دي سكانر بالعربي، والتانية صورة متاخدة من تليفون، والتالتة برينت سكرين واخدها من موقع من مواقع. ازاي هنحول الصور دي لملف في وورد نقدر نعدل عليه؟ تابعوا معايا الخطوات. اهم شرط من الشروط، لازم يكون عندك حساب على جوجل. لو ما عندكش يا ريت تعمل حساب على جوجل، وانا هسيب رابط انشاء الحساب تحت الفيديو. هنروح عندي تطبيق جوجل درايف، وهنفتح حسابنا اللي على جوجل عشان نفتح التطبيق. تطبيق جوجل درايف فتح قدامكم اهو. اول خطوة لازم تعملوها، هتروح عند التروس دي، وهتروح عند الاعدادات، ولو الخيار ده مش معمول عليه تشيك تعمل عليه تشيك، عشان من غيره مش هتعرف نحول الصور لملفات نصية، وندوس تم. الخطوة اللي بعديها، لو الصور دي على الجهاز عندك ترفعها على تطبيق جوجل درايف. هندوس على جديد، بعدها تحميل ملف، ونختار الصور اللي احنا عايزين نرفعها على التطبيق ده، بس انا رافعها عندي قدامكم عشان اختصارا للوقت. هنبدأ نطبق على الثلاث صور دول. هنبدأ بأول صورة، ندوس عليها كليك، بعديها كليك يمين، بعديها فتح باستخدام، بعديها ندوس على كلمة مستندات جوجل، نضغط عليها كليك، وهيبدأ يحول الصورة لملف نصي نقدر نعدل عليه. زي ما انتوا شايفين الصورة قدامكم اهو. انزل تحت الصورة هتلاقي الكلام اللي مكتوب في الصورة او في البانر اللي في الصورة مكتوب تحت بالعربي بالظبط، والاخطاء هتبقى بسيطة جدا، يعني الاخطاء هتبقى بسيطة. وفي كمان تعديلات املائية بيسهلها لك موقع جوجل درايف، يعني الامر هيبقى بسيط وسهل معاك. طيب هنحفظها ازاي الملف ده؟ هنروح، تابع معايا بالظبط الخطوات. هنروح عندي ملف، بعديها تنزيل بتنسيق، بعديها نختار مايكروسوفت وورد ونضغط عليه كليك. هيبدأ يحملهولك على الجهاز على الداونلود. طيب هنعمل نفس الخطوات في الصورة اللي بعديها، البرنت سكرين اهي، نضغط عليها كليك، بعديها كليك يمين، بعديها فتح باستخدام، بعديها مستندات جوجل. اهي الصورة البرنت سكرين، هننزل تحتيها هتلاقي النصوص، الصورة اتحولت لنصوص تقدر تعدل عليها. هنعمل نفس الخطوات عشان نحفظها. هنروح عندي ملف، بعديها تنزيل بتنسيق، بعديها مايكروسوفت وورد، وبرضو هينزل على الداونلود. هنبدأ نعمل في الصورة الأخيرة اهي، كليك عليها، بعديها كليك يمين، بعديها فتح باستخدام، بعديها مستندات. هنستنى شوية بسيطة. زي ما انتوا شايفين دي الورق السكانر العربي، هننزل تحتيها. حول الورق سكانر لملفات نصية
تقدر تعدل عليها. نبدأ نحفظ الورقة برضو بنفس الخطوات اللي قلناها، ملف تنزيل بتنسيق مايكروسوفت وورد. زي ما قلنا يا اخوانا كده، حول البرنت سكرين السكانر الصورة اللي تاخدها من كاميرا موبايل او كاميرا عادية لملف في وورد تقدر تعدل عليه بكل سهولة وكل بساطة. يا رب يكون الدرس عجبكم، يا رب يكونوا استفدتوا من الدرس. مع تحيات قناتي قناة فيصل طرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.